كان الشهر طويل فقط سليم. استعجلي استعجلي ليس لدينا الوقت. ميزة هذا العرض أن الكاتب فرنسي والمخرج عراقي والممثلين مغاربة، فهناك تناسج ثقافي وفني بكمية خاصة جدا. العرض النص طبعا بطبيعة الحال عالمي ومعروف جدا، لكن جواد الأسدي قدم له اقتباس وقراءة جديدة جعل الأحداث تنطبق على العالم العربي. فمثلا أزاح شخصية واحتفظ بشخصيتين أساسيتين، وفكرة النص بسرعة هي تتحدث عن استعباد السيدة للخادمتان. هذه العلاقة بين العبد والسيد بين مزدوجتين هي عصب الرؤية الإخراجية لجواد الأسدي، بحيث أنه في آخر مسرحية الخادمتان يتدربان على قتل هذا السيد الذي يستعبدهما، لكن في الآخر هي التي تشرب السم وتقتل نفسها، وكأنها في الرؤية تقتل السيدة في داخلها. انحني أكثر، انظري إلى وجهك في مرايا أحذيتي. هذا التعب العالي ضيق، أين هي أحذيتي التي تشتهينها في منامتك؟ اذهبي واحضريها كلها. كلها؟ اليوم أنا موجودة هنا بالقاهرة للمشاركة في مهرجان تجريبي الدورة 25 بمسرحية الخادمتان للمخرج جواد الأسدي. طبيعة المسرحية حتى هي صعيبة، لأن مسرحية فيها ثلاثة شخصيات، فيها صراع، فيها شخصيات اللي هي قوية، فيها يعني كان هذا التخوف عندي مع راسي. أولا تخوف من النص، تخوف من المقارنة، وتخوف من المخرج اللي عنده اسم عربي، وهذا يعني كان عندي هذا التخوف. أنا جميلة جميلة والخضر يزيدني هالة من النور، وأنت أنتي السمن، أنتي نفاية، أنتي ولدي. جد مسرورة وفرحانة بزاف حيت كان قدرت نشارك في هذا العمل، وحيت انا شفت العرض الاول، شفت العروض السابقه، ولكن فاش اشتغلنا على هذا العمل لقيت اشتغلنا عمل اخر جديد. وهذه كانت عندي اول تجربه مع الدكتور جواد الاسدي، تجربه شويه مزيانه بزاف وصعيبه وقويه في نفس الوقت.